رجعت للعنكبوت، ودلوقتي انا استعملت الدرع من الدروع اللي احنا لقيناها اللي هو الروج، وده هو خفيف طبعا، هو حمايته ما بديش حماية قوية قوي، لكن هو ميزته ان هو خفيف. بما ان احنا لسه في مرحلة بسيطة او مرحلة بدائية وما عندناش استامنا تكفي، هنكتفي بيه دلوقتي. خلينا نحاول ناخد الاخ ده كده على اخوانا على هداوة كده. تعالى 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 تعالى، خد السلام. المشكلة في الجماعة دول اللي هم لما بيموتوا بيعملوا اصوات مرعبة اكتر من وهم صاحيين، يعني بيرعبك وهو بيموت اكتر ما هو صاحي. في هنا عنكبوت، وعنكبوت غير لطيف خالص. هنا في باب، الباب ده او البلاطه اللي على الارض دي، المفتاح ده المفروض نقف عليها، بس الاول لازم نفضي السكه. عندنا دي عنكبوت برضو، هيتعبنا معاه العنكبوت ده. الحاجات اللي بكرهها في اللعبة دي هو العنكبوت ده، مش شايفين خطته ما فيهاش تفاهم، وغالبا هنموت. اجري 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 اجري، معقدني العنكبوت ده دايما الحتة دي. عامة انا هتفاداها دلوقتي لغاية لما ارجع له، بس هجيله يعني، بس اكون ايه، اكون ظبطت بقى المسائل. طبعا احنا دلوقتي محتاجين، احنا المفروض سكتنا من هنا، بس انا هحاول اموت الوحشين دول بدون ما ناخد اي خبطة. ابعد 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 ابعد، خد السلامة. تعال بقى نفتح الباب كده، احنا نتنقل على منطقة تانية. جزء جديد، خلينا اول حاجة نعملها ان احنا نسيف او نحفظ لعبة. ايه احفظ يا سيدي، احنا معانا كام؟ معانا 726. من الحاجات برضو المميزة في اللعبة واللي تختلف فيها عن دارك سولز، انا اقدر دلوقتي اشيل ال 726 دول استهلكهم في اي نقطة من النقط اللي ابجريد للسترينث او الفيتاليتي او الفيث. ولكن طول ما انت ماشي ومعاك، على قد ما بتكون ماشي ومعاك نقط اكسبيرينس، على قد ما النقط اللي بتاخدها من الاعداء اللي انت بتموتهم بتزيد. فلو شلت نقط قليلة معاك، اللي انت بتموته ما بيدوكش نقط كتير، والدروبس بتاعهم ما بيبقاش كبير قوي. ولكن لما بيكون معاك نقط كتيرة بتاخد يعني مكافأة كبيرة عن اي حد بتموته، بس طبعا بيبقى في مخاطرة ان انت لما هتموت النقط بتاعتك بتفضل في نفس المكان اللي انت مت فيه، زي بالظبط دارك سولز كده، مع اختلاف ان انت لازم تحاول تجيبها باسرع وقت ممكن، لان استمرارها الوقت، مرور الوقت على النقط دي وهي واقعة في المكان اللي انت مت فيه بيخليها تقل. طبعا احنا اكيد هنموت كتير، هنشوف الموضوع ده عملي. ادي اول واحد بيقابلنا هنا. دلوقتي انا بحاول طبعا السيف ده استهلاكه للطاقة كبير، ف انا بضربه هيفي هيت او ضربة تقيلة، فمش هقدر اضرب بعديها يعني كمان ضربة، هي ضربة واحدة وجايز. ممكن طبعا لان الاستامينا بتاعتنا لسه ضعيفة، هحتاج اعمل ابجريد طبعا للاستامينا، بس ده هنعمله بعد ما ناخد شوية نقط.
ارجع انت جاي تاخدنا على اخوانا. طبعا استغل الفرصة. مع السلامة. استغل الفرصة طبعا ان انا مشغول مع مع الاخ ده وجاي ياخدنا على اخوانا. بص عمال يعمل غريبة أوي. في واحد ابن حلال أكيد مستنينا هنا. أها خد دي خد دي. ده عشان يفتح الباب اللي احنا بنحاول شوية. في رفعتين او محولين محتاجين ان احنا نعملهم. احنا عملنا اليمين، هنفتح الشمال بحيث يفتح لنا الباب ده. طبعا في واحد ابن حلال مستنينا. بالسلامة بالسلامة. فاضي، ننزل الرفعة التانية كده. البوابة اتفتحت، يلا بينا. مين ده؟ انت مين؟ You help me please. What happened to your hand؟ ايه اللي حصل لي؟ Spider venom. Burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poison from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. طب انت قرر. الراجل بقى سلم نفسه خلاص وقال لك ايه، قرر انت. فانا طبعا هقطع له دراعه on your head be it. بكل سرور. Thank you. اي خدمة. I owe my life to you, stranger. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court, a reminder of my sins. Please, put the axe down now. طيب نقول له ايه؟ شوف حد يعالجك. You need someone to patch you up. You won't. I am the healer monk here. And yes, I see the irony of the situation. You must have supplies. I do. They're in the laboratory. But the place is full of Rogar beasts. It's no use. I won't make it there in this condition. عايز يفضلوا السكة لل المعمل. بيقول له المعمل بتاعي الطريق ليه مليان وحوش من دي وانا مش هقدر اوصل له. طيب خد الحجر ده. Take this one. Thank you. If we both survive to see the Keystone Citadel, I hope our paths cross again. ماشي يا ريس. هو بيقول له ان شاء الله لو اتكتب لنا نتقابل تاني هكافئك. ماشي. الباب ده مقفول. نمشي من هنا. ده ايه؟ عناكب لطيفة لطيفة. دي حسن الحظ دي العناكب الصغيرة مش ال صندوق. يا ترى بقى خدنا ايه؟ درع. خلينا نشوف ايه. الهوت بلاد. هوت بلاد الحماية بتاعته 22 والبويز 2
الوزن 100 ده جميل، ده احلى من اللي معانا، والفرق في الوزن مش كتير، 175 وده 185، وده كمان في مكان نحط فيه بعد كده شارد او قطع تديله قوة اضافية. طيب ايه تاني؟ الغطا الراس برضو دي احسن، ناخد دي. ايه تاني؟ هو انا مدناش الطقم كامل، هو ادانا بس الدرع والغطا الراس بس. كويس، احنا لسه بنتحرك بسهولة. اوكي، تعالى بقى، هنا في ايه؟ في هنا سكة شمال، خلينا نمسي على الأخ ده الأول. مساء الخير. مساء الخير، هنزل هنا اشوف الأول في هنا، في حاجة؟ لأ. باب. ليه كده يا كابتن؟ برضو انت مصمم يعني؟ ودي عارف سبت ايه؟ بنية حديد ملهاش لازمة طبعا في لعبة زي دي. ايه الأصوات الغريبة دي؟ Anybody here? في اي حد هنا؟ اكيد في كمين في الحتة دي، الحتة دي اكيد اكيد فيها كمين. خلينا نشوف الاول اذا كان في اي حاجة ناخدها هنا. مفيش. في طبعا، في بغل مستنينا هنا اهو، واحد بس. السيف ده ايه؟ لما بيظبط بيظبط. Ninth night on watch. How could the Rokar get inside the sacred walls of Keystone? They appeared out of nowhere. The graveyard is swarming with them. I need to alert the others. واحد بيحكي مذكراته. تعالى بقى نمسك الأوضة دي حتة حتة كده. كسر الراجل، تعب. كسر ده. ده بيحتاج رون عشان نفتحه. دي مفيش مشكلة. اوكي طيب، ادانا لايف اليمنتس، وده وزن 1.5، ده خوذة 1. طيب الجوانتي او القفاز وزن 1. ده حلو، ده 1.8، فرق 30. طيب استنى شوية لأنه مش هيفرق معانا قوي، وده فرق نص. ماشي، خلينا لما نعمل ابجريد للستامينا وناخد الطقم ده. طبعا ده عامل ميت، عامل ميت.